في بنتنا بشرة. البنت بشرة هي من ذوي القدرات الخاصة، ولكن عندها مواهب عديدة، بتمثل، بتغني، بتعمل حاجات جميلة جدا، لدرجة ان هي كمان بتطمح تبقى مذيعة، يعني هتنافسني يا جماعة. فطبعا بشرة مامتها بصراحة يعني هي الحاجة الجميلة في الموضوع كله، وجود مامتها في حياتها بجد يعني نرفع لها القبعة. أم بتحاول تخلي بنتها رغم ان عندها بصراحة إعاقة شديدة جدا، اللي هي سي بي او اللي هو الشلل الدماغي، ولكن لو حضراتكم تشوفوا بشرة وهي بتمشي زي ما شفتوها هي في التقرير واقفة على المسرح وبتغني، اللي عنده سي بي ما بيقدرش يمشي، اللي عنده سي بي ما بيقدرش يتكلم كويس، اللي عنده شلل دماغي، اقصد بالسي بي الشلل الدماغي، ما بيقدرش يمسك القلم. لكن مامتها بالعلاج الطبيعي والدكاترة والعمليات، يعني بجد اللي هي عملته مع بنتها إنجاز. أنا بحييها لأن هي فعلا أم عظيمة، وأرحب بيها مع بعض وأرحب ببنتها بشرى. أهلا بيك يا فندم. أستاذة شهندة مجاهد برحب بيكي. حلوة دي، ربنا يخليك. وبرحب ببنتي الأمورة بشرى. طبعا يا جماعة بشرة بتحب الغنى جدا، وهي طبعا في الأوبرا، ويمكن التقرير اللي شفناه مع بعض لو حضراتكم خدتوا بالكم هي بتغني على المسرح. المسرح ده في دار الأوبرا المصرية، وهي عضو من أعضاء أو من فريق الأطفال ذوي القدرات الخاصة، بتغني سولو وبتغني جماعي. هي النهاردة بقى هتغني لنا أغنية جميلة اسمها بلاد طيبة، هنسمعها مع بعض. اتفضلي. يلا ابتدي. يلا ابتدي. بنتي بلاد طيبة وقريبة وحبيبة، بنتي أمل وحنان وقت الخطر، أمي بتحملي همي، حضنك دفا وامان، ليكي انا غنيت يا دنيتي وانتي وناسي، اذا كنت مره جنيت حقك على راسي، حقك على راسي. ايه الجمال ده؟ لا استني عشان نعمله بقى الفقره. بصي بقى يا بشرى، دلوقتي انت هتعملي معايا فقره جميله جدا. انا بقى ايه، مش هبقى مذيعه دلوقتي، خلاص انا خلاص هستقيل دلوقتي من الفقره دي، وانت بقى اللي هتبقي المذيعه. ماشي. يلا بقى وريني. انت بقى بتقولي ان انا عايزه اطلع مذيعه، ممكن اشوف بقى اعملي لقاء بقى مع الاستاذه شهنده مجاهد الفنانه التشكيليه اللي مشرفانا ونورانا في الاستوديو. يلا ابتدي بقى. معانا الفنانه شهندة مجاهد، اهلا بيكي. اهلا بيكي. هتكلميني على اللوحة، وهتكلمنا على اللوحات الفنية والتقليدية. وهتكلمنا عن اللوحات الفنية والمعرضية. يلا اتكلمي انتي بقى. طبعا اول حاجه ندي نبذه عن الفن التشكيلي. الفن التشكيلي ده ضروره من ضرورات الحياه، وكل واحد بيشوفها بزاويه مختلفه ومنطلق اخر. يعني الغاوي فن غير اللي بس متذوق، غير اللي بيمارس الفن، لكن كلهم في احتياج للفن. فبشرى بنتي كانت معايا في اخر معرض، وجت يعني نورتني الصراحه، وطلع عندها حس فني جميل، فبدات تسالني على الاعمال، ده بيمثل ايه يا ماما، ده بيمثل ايه. يلا يا بشرى السؤال بقى التاني اللي هتقوليه لمامي، هتقوليه للاستاذه شهنده مجاهد. السؤال التاني منكلمينا، ايه هي المعارض اللي انت شاركتي فيها قبل كده؟ والله انا شاركت في مجموعه كبيره، يعني عدد كبير، يعني معدي الحمد لله 300 وحاجه كده. بس دي معرض الجمعيه، وعملت مجموعه خاصه برضو. اخر معرض كنت فيه ولما انت جيتي نورتيني كان معرض باليتا، مذيعه بقى، مذيعه بشرى نورت المعرض، وكان معايا طبعا رخبه حلوه جدا المجموعه الفنيه. شايفين مع بعض اللوحات جميله جدا، لوحات فنيه رائعه. دي عجبت بشرى قوي. دي كنت هنا بتكلم الصراحه عن مجموعه مختلفه من الاثار اللي بينوب الانسان. يعني شوف اللوحه الثانيه كده، اللوحة ديت كنت فيها شغلة حفر،
عامله حفر على خشب، وكنت عامله فيها ان زي النبات لما بيجيله لحظه اعصار وانكسار، يعني مش النبات في حاله برايت، لا. اللوحه دي بعبر فيها عن كان وقتها الثوره والدمويه طبعا اللي كانت موجوده وقتها. جميله قوي الصوره بصراحه. يلا يا بشرى بقى كتير. انهي بقى الفقره مع الاستاذ هشام مجاهد. اهو هني الفقره بشرى مع الاستاذ هشام. قولي بقى في نهايه اللقاء بشكركم. يلا ابنها يلا يا بشرى، مذيعه بشرى ما تضحكش. مذيعه ما تضحكش. في نهايه يلا حبيبه قلب. في نهايه اللقاء بشكركم واشوفكم في حلقه جديده من ماما شادو. في نهايه اللقاء بشكركم. يلا بشكركم.